بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث عن منهجية البحث العلمي أو ما يسمى بالريسيرش ديزاينز، كيفية تصميم الدراسة أو تصميم البحث أو منهجية البحث. المحاضرة هذه بتهم طلبة التخصصات الطبية عموما ضمن مقررات مناهج البحث العلمي، وأيضا طلبة الدراسات العليا الذين هم بصدد عمل بروبوزل أو البدء بتنفيذ دراساتهم للحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه. Objective of research عموما، بنتكلم في مقدمة سريعة عن الموضوع. الهدف من أي بحث علمي to study a phenomenon، لدراسة ظاهرة معينة في المجتمع، أو لوصف characteristics صفات لمجموعة من المرضى، أو لتحديد frequency of something occurs، مشكلة معينة في المجتمع ممكن تحصل. To test hypothesis، أيضا إحنا نقوم بالبحث العلمي لاختبار فرضية معينة لعلاقة سببية ما بين factor أو outcome، أو علاقة ما بين أي ريسك و outcome. أذكر أمثلة سريعة في الـ objectives: to study a phenomenon، لدراسة ظاهرة معينة، مثلا ظاهرة تفشي عادة تناول القات عند طلبة الثانوية العامة مثلا. To describe a characteristic of a particular group of patients، كمثال إنه أنا ممكن أدرس وقت بزوغ الأسنان مثلا عند الأطفال اليمنيين مثلا. To determine the frequency which with which something occurs، ما مدى تكرار حصول implant failure among Yemeni patients مثلا. To test a hypothesis، أنا عندي فرضية إنه مثلا عادة تناول القات تسبب التهابات أو اضطرابات المفصل الصدغي، فهل هذه الفرضية صحيحة أو غير صحيحة؟ فممكن نقوم بعملية بحث علمي منظم لاختبار هذه الفرضية، ونلاحظ هل هناك علاقة سببية ما بين التهابات المفصل الصدغي وعادة تناول القات، أو علاقة أخرى. ما الذي يحفز الشخص أنه يقوم بعملية البحث motivation and research؟ هنا ممكن نسرد بعض النقاط فقط التي ممكن أن تحفز سواء الشخص هذا كان طالب أو طبيب عام أو طبيب ممارس أو أخصائي. أو ما الذي يحفز الإنسان أو الشخص أنه يقوم بعملية بحث علمي ويشتغل ويدخل في مجال البحث العلمي؟ هناك محفزات كثيرة جدا طبعا، أذكر منها الخمسة الأسباب أو المحفزات التالية. أولا desire to get a research degree، أنه الشخص نفسه عنده الرغبة أنه يكمل دراسات عليا ماجستير أو دكتوراه أو ما ومع ما يترتب عليها من benefits، سواء كانت benefits مادية أو أخرى. desire to face the challenge in solving an unsolved problems، إنه الشخص عنده الرغبة إنه يواجه مشكلة ويحلها ببحث علمي. desire to get intellectual joy، أيضا متعة إنه الشخص يبدأ يحقق ويبحث في مشكلة معينة في المجتمع أو في التخصص المعين. متعة لا تضاهيها متعة فعلا، إنه الشخص يبدأ يحل مشكلة مجتمع ويخلق إنتاج علمي يستفيد منه البشرية في كل أنحاء العالم. إنه الشخص يبدأ يشتغل بحث علمي وينشر بحث علمي، هذا البحث إذا نشر ممكن يوصل له أي حد يواجه نفس المشكلة في أي مكان في العالم، فهو فعلا creative work، شغل إبداعي. desire to get to be a service of society، بالأخير هي نهاية البحث العلمي كله إنه يستفيد منه المجتمع. أيضا desire to get a respectability، الشخص الباحث إنسان respect himself، the community respect this person، إنه هذا الشخص باحث فعلا يسهم في إضافة لكم المعلومات في المجتمع ويحل مشكلات المجتمع على الأقل في مجال تخصصه. كفكرة عامة لما نتكلم عن البحث العلمي، أنا أتكلم هنا بلغة مبسطة جدا بحيث إنه الفكرة تصل للجميع. أي بحث علمي عموما بيحل مشكلة ما بين، أو يكتشف علاقة ما بين، أو يدرس علاقة ما بين ريسك أو فاكتور عامل
وأوتكم نتيجة، سبب ونتيجة، يعني هل الفاكتور الفلاني سبب للأوتكم الفلاني أو لا. الريسك أو الفاكتورز هذه بنسميها في المصطلحات العلمية أو في مجال البحث العلمي بنسميها independent variables، متغيرات، لأنها تتغير من شخص لآخر، عمر فلان غير عمر فلان غير عمر فلان، فهنسميها variables. عموما كلها بنسميها variables. الريسك فاكتور والريسك والفاكتور هذول الاثنين بنسميهم independent variables. independent variables بمعنى أنها متغيرات مستقلة، متغيرات مستقلة عادة ما تؤثر في outcome، والـ outcome هذا بنسميه dependent variable، متغير تابع، متغير تابع. المتغير التابع، التغير الحاصل في المتغير التابع يتبع تأثير الفاكتور. فمثال أنه التدخين مثلا كمثال شائع، التدخين كريسك فاكتور، كريسك أو فاكتور التدخين يسبب أو يؤدي إلى الـ outcome اللي هو رينال كانسر، بلمونري كانسر، أو سرطان الرئة، بلمونري كانسر، لنج كانسر. فالسرطان هنا أو التدخين هنا فاكتور نسميه independent variable، يؤثر على حصول سرطانات الرئة ك dependent variable. هذا كمثال. بالنسبة لأمثلة طب الأسنان ممكن نتحدث عن تناول السكر بكميات كبيرة كفاكتور يؤدي إلى حصول تسوس الأسنان، فتناول السكر هنا independent variable، بينما الـ outcome هنا اللي هو dental caries. dental caries بتحدث في هذه الجزئية عن definition of research، type of studies، descriptive studies أنواع الدراسات، دراسة الوصفية، دراسة التحليلية، وأيضا hierarchy of research types وملخص. بنتحدث عن أنواع الدراسات الوصفية منها والتحليلية، وأيضا ترتيب الدراسات من ناحية قوة الـ evidence أو قوة الدليل العلمي. الهدف أيضا أنه أي حد بيحضر المحاضرة عموما يكون عنده الـ basic skills of dental research methods أو medical عموما research methods. طيب ما تعريف البحث العلمي؟ تعريف البحث العلمي عموما هو systematic investigation toward increasing the sum of knowledge. systematic investigation معنى أنه عبارة عن تحقيق منظم أو بحث منظم أو عملية تقصي منظمة. الهدف الأساسي من أي بحث هو increasing the sum of knowledge، لازم نهاية أي بحث علمي إنه بنضيف حاجة جديدة للمجتمع، للعالم، للإنسانية، إنه في knowledge جديدة تخص حياة البشر، خاصة إذا كان المجال في البحث في المجال الطبي. دائما الدوائر هذه بتنعاد معنا في كل محاضرة تقريبا، عشان نكون نجمع صورة البحث العلمي والخطوات الإجرائية في أي بحث علمي ممكن نقوم فيه. بعد ما حددنا المشكلة identification of research problem، نعمل literature review، مراجعة للأدبيات السابقة. ثم نحن اليوم في منطقة research design، تكلمنا الأسبوع الماضي عن how to write an effective protocol، وتكلمنا ضمن البروتوكول في جزئية ال proposed methodology عن أول نقطة فيها اللي هي research design. اليوم بنتكلم بالتفصيل عن research design في ثلاث محاضرات إن شاء الله عز وجل. أول خطوة ممكن يقوم بها أي باحث في أي تخصص في أي مجال إنه يصيغ مشكلة البحث العلمي أو يصيغ سؤال البحث العلمي، how to formulate a research question، اللي من هذا السؤال إحنا بعدين بنحدد design of research، طريقة البحث اللي بجاوب عليها على السؤال بهذه الطريقة. عندنا 5 شروط لمعرفة كيفية صياغة بحث علمي، وبذكر عليها أمثلة بالتفصيل. أولا، أول شرط أنه لازم يكون السؤال البحثي أو المشكلة البحثية مصاغة بطريقة focused and specific، بحيث أنها تكون مركزة وأيضا دقيقة ومحددة. كمثال dental implants among university students، الزراعات السنية عند طلبة الجامعات، هذا سؤال بحثي غير محدد وغير واضح وغير دقيق. ما المطلوب من هذا السؤال؟ ما المطلوب من هذا البحث؟ سؤال آخر، What is the prevalence of implant supported procedure in Sana'a City؟ هنا سؤال محدد وواضح ودقيق. السؤال أو الهدف الأساسي من البحث إنه معرفة مدى انتشار the prevalence of implants supported procedures، مدى انتشار التركيبات أو التعويضات السنية المدعومة بزراعات الأسنان في منطقة محددة أيضا in Sana'a City. مثال آخر ل good research focused and specific research question، What is the risk factors for mal occlusion among high school students؟ ما هي العوامل المسببة لسوء الإطباق عند طلبة الثانوية العامة؟
اللي بالأزرق هذول هم سؤالين محددين ودقيقين، بينما السؤال الأحمر هذا سؤال عائم تائه غير محدد وغير دقيق. فلازم عند صياغة أي مشكلة بحثية أو أي سؤال بحثي أو اختيار عنوان الرسالة وعنوان البحث، لازم يكون العنوان محدد واضح ودقيق. النقطة الثانية، يجب أن يكون العنوان supported by available data، يعني في عندي available data في literature تدعم فكرة البحث أو عنوان البحث. is a serial extraction كمثال better than late fixed orthodontic appliances، هل القلع التسلسلي للأسنان بحل مشكلة المال أوكلوجين عند الأطفال أفضل من الليت فيكست أورثودونتيك أبلينس التقويم الثابت لاحقا أو لا؟ هنا في عندنا خلفية علمية إنه في التكست إنه في عندي حاجة نسميها سيريال إكستراكشن، القلع المتسلسل، ممكن يسهم في حل مشكلة سوء الإطباق كمثال في الأسنان. النقطة الثالثة من شروط الجود ريسيرش كويستشن أن يكون غير مكرر ل already established evidence، ما يكونش هذا العنوان أو هذا البحث أو هذا السؤال البحثي أصلا قد طرح وبحث وتمت الإجابة عنه بأبحاث منشورة، مالا فسيكون تكرار للوقت والجهد والمال. أيضا إذا إحنا بنشتغل بحث على مجال طبي على الهيومن بينج، لازم يكون سؤالي البحثي أو مشكلتي البحثية أو الدراسة اللي بشتغلها لازم تكون ethical أخلاقية، بحيث إن ما نعملش أي هارم لأي human being. أيضا لازم يكون سؤالي البحثي answerable قابل للإجابة من ناحية الميثودز والريسورسز والأشياء الأخرى، يعني إنه أنا عندي القدرة المادية والتكاليف والبادجت إنه أقدر أشتغل هذا البحث من العنوان. عندما نتكلم عن مصطلحات البحث العلمي عموما، قد يواجه أي باحث أو أي قارئ لأوراق علمية أبحاث علمية بعض المصطلحات التي ممكن أن تسبب بعض التشويه أو التشويش عفوا. فمثال إنه إحنا ممكن نمر على مصطلحات كالمصطلحات التالية خلال شرح المحاضرات إن شاء الله عز وجل، سيتضح إنه معنى كل مصطلح. ما معنى experimental study؟ وما المقصود بال randomized controlled clinical trials؟ ما المقصود بال observational studies، cohort studies، case control، cross sectional، case series، case report؟ هذه كلها مصطلحات في research designs. أيضا في عندي مصطلحات الـ validity، confounding، bias، analytic، descriptive، prospective، retrospective، baseline، blinding، placebo، case definition، outcome، exposure. كل المصطلحات هذه أو بعضها ممكن نواجهها في أي بحث علمي منشور ممكن نقرأه. سيتم شرح كل المصطلحات عموما مع التقدم في المحاضرات إن شاء الله، محاضرة اليوم والمحاضرات القادمة بإذن الله عز وجل. طيب نبدأ types of study design. أي تصميم، أي بحث عموما بينقسم إلى قسمين رئيسيين. القسم الأول إنه يكون observational study، دراسات ملاحظة، نسميها دراسات ملاحظة. أو الجزء الثاني اللي هو experimental studies، إنه أنا بجرب to experiment، بجرب حاجة على المرضى، دراسات تجريبية. experimental studies دراسات تجريبية، و observational دراسات ملاحظة. في المجال الطبي بنطلق على الـ experimental studies clinical trials، تجارب سريرية، إنه بنجرب حاجة على المرضى في السرير الطبي clinical trials. الـ observational studies ممكن تنقسم أيضا إلى أكثر من قسم. القسم الأول اللي هو الدراسات التحليلية analytical study، وهنا بنركز على ثلاث research designs مهمة جدا: cross sectional study، case control، و cohort study. أيضا في عندنا descriptive studies اللي هي دراسات وصفية، وهي دراسات تصف حالة أو مجموعة حالات نسميها case report أو case series. وأيضا في عندنا الجزء اللي هو ecological correlation اللي له علاقة بالدراسات البيئية اللي تأثر على صحة البشر. بعبارة أخرى أو بصورة أخرى، دراسات وصفية ودراسات تجريبية. الدراسات الملاحظة أو الدراسات التجريبية، أولا بنسأل نفسنا سؤال: هل الانفستيجيتور أو الباحث هو اللي بيعمل الاكسبوجر، هو اللي بينفذ بيطبق الاكسبوجر او الفاكتور او الريسك على البيشنت على البيرسونز؟ اذا كان نعم فنسميه اكسبيرمنتال ستدي، لانه هو بيجرب شيء على هيومن بينج. الاكسبيرمنتال ستدي ايضا بتقسم الى قسمين: هل في عندي راندوم اللوكيشن، يعني انا وزعت المرضى لمجموعتين عشوائيا، نسميها راندومايز كنترول ترايل. إذا لم يكن في عندي توزيع عشوائي للمرضى في المجموعتين، مجموعة التجربة ومجموعة المقارنة، نسميها non randomized controlled trial.
ايضا في الدراسات الملاحظه، دراسه الملاحظه الاوبزرفيشنال ستاديز، هل لدينا كومباريزن جروب؟ يعني قد يكون في العينه عندي مجموعتين، مجموعه مقارنه ومجموعه دراسه. اذا لم يجد فستكون ديسكريبتيف ستادي، اللي هي دراسه وصفيه اللي سميناها الكيس ريبورت والكيس سيريز. اذا في عندي مجموعه مقارنه بنسميها اناليتيكال ستادي او دراسه تحليليه، وهي الثلاثه الدراسات الاساسيه كوهورت ستادي، كيس كنترول، وكروس سكشنال ستادي. بصورة أخرى، إذا أنا كباحث طبقت شيء على المرضى بنسميه اكسبيرمنتال ستادي. إذا ما طبقتش أي حاجة واكتفيت فقط بملاحظة المتغيرات والريسكس والاوتكم ورحت أدرس العلاقة بينهم، هذه بنسميها اوبزرفيشنال ستادي. اوبزرفيشنال ستادي هنا الباحث بدأ يطبق التريتمنت على مجموعة بيشنت وترك مجموعة أخرى للمقارنة، اللي نسميها كلينيكال ترايل. النون اكسبيرمنتال ستاديز بالعكس، هنا ما لمسناش أي مريض، ما عملناش أي تريتمنت لأي مريض، ما قدمناش أي ما دخلناش في أي فاكتور لأي بيشنت. بنكرر الكلام نفسه، اكسبيرمنتال ستادي ونون اكسبيرمنتال ستادي. اكسبيرمنتال ستاديز The investigator randomly assign exposure، هو نفسه الباحث هو اللي بيطبق شيء على المرضى، بيعطي المرضى treatment, mouthwash, drug, intervention, operation أو ما عدا ذلك. Observational does not assign exposure، أنا كباحث ما بعملش أي حاجة على المرضى وبكتفي فقط بملاحظة الفاكتورز والاوتكم. نبدأ بأول تصميم وأسهل تصميم من تصميم الدراسة أو منهجية البحث العلمي في المجال الطبي عموما، اللي هو الكيس ريبورت أو الكيس سيريز. هذا نوع من أنواع الدراسات بيتكلم فقط عن حالة واحدة، كيس ريبورت، تقرير عن حالة، بس لها شروط. يعني مش أي باحث يقوم يعمل كيس ريبورت أو كيس سيريز على أي موضوع معين، لا، في لها شروط. أولا لازم يكون عندي نيو ديسيز أو كونديشن، يعني شيء غريب، حالة غريبة، حاجة جديدة حصلت عندي في العيادة أنا بعمل عليها كيس ريبورت. unusual presentation of common disease، يعني الديسيز هذا شائع معروف، لكن البرزنتيشن جاي المريض ب new presentation أو unusual presentation. unexpected complication، أنا عملت تريتمنت معروفة أو بروسيجر معروفة بس حصل عندي unexpected complication في هذه الحالة، بعمل عليها كيس ريبورت وانشرها بحيث إنه الأطباء الآخرين يكون عندهم وعي او تنبه انه ممكن يحصل عندي هذا الكومبليكيشن. نيو اند يونيك تريتمنت، انا كباحث كمتخصص في مجال معين اخترعت تريتمنت معينه، يونيك تريتمنت او دراج ريجيم معين واعطى فائده معينه، خلاص انا ممكن انشرها ككيس ريبورت لهذه الحاله، بحيث انه منها ايضا ممكن نستفيد في المجال العلاجي، وايضا ممكن ناكدها بابحاث اخرى. هذا ما يسمى بالكيس ريبورت او الكيس سيريز. في عندها طبعا الفرق الاساسي ما بين الكيس ريبورت والكيس سيريز انه الكيس ريبورت حاله واحده، بيشنت واحد، بينما الكيس سيريز اكثر من بيشنت لنفس الكونديشن، لنفس المرض، لنفس الكونديشن، لنفس الكيس. strength points and weakness points of case report and case series. اول نقاط قوه الكيس ريبورت انها alert the reader to rare or unusual condition. انا لما اعمل كيس ريبورت عن حاله غريبه، نيو، يونيك، ان يوجوال كونديشن، انا بنبه اي قارئ في اي مجال، في اي مكان في العالم، انه ممكن يحصل عند الهيومن بينج، عند المرضى اللي بيتعالجوا في عياده الاسنان او في اي تخصص اخر، يمكن يحصل عندهم شيء مثل هذا المشكله اللي عملت انا عليها كيس ريبورت. faster and less expensive to complete، لانه غالبا بتكون كيس ريبورت عن one patient، انا بصف الحاله، وصف الإجراء اللي عملته، وأيضا وصف الأوت كم اللي حصل معايا فقط، بدون فولو أب، بدون huge sample size. weakness points of case reports، small sample size، لأنه غالبا بتكون patient واحد، مريض واحد، وهنا ممكن الصدفة تلعب دور في الموضوع، وبالتالي البيانات اللي ممكن تنتج عن هذا البحث بتكون invalid statistical association. أنا ما أقدرش ألخص إنه التريتمنت اللي عملته فعلا بينفع مع المجتمع، لا، لانه بالاخير عندي حاله واحده فقط، او الكومبليكيشن اللي حصل مع هذا المريض بينفع ممكن يحصل مع اي اذر بيرسون يتعالج بنفس العلاج، لا، لانه بالاخير قلنا هو عباره عن one patient one case، فمجال الصدفه هنا مرتفع، وممكن تكون المعلومات non valid statistical knowledge.
مثال ل كيس ريبورت. ملاحظ هنا انا عملت سكرين شوت للمجله نفسها، انترناشونال جورنال اوف اورال ماكسيلوفيشال. هنا بيتكلم عن migration of dental implant into maxillary sinus، انه حصل عندي هجره للزرعه السنيه الى الجيب الانفي، لاحد الجيوب الانفيه الماكسيلاري ساينس. وملاحظين هنا مكتوب a case report، فاول ما نقرا بيبر فيها case report معناه انها weak not valid association، ما اقدرش اطلع منها مجموعه معلومات اعممها على المجتمع ككل. وايضا افهم ايش معنى case report، اللي هي عباره عن تقرير عن حاله واحده فقط، اللي هي كيس ريبورت. كيس ريبورت أخرى في مجلة كيس ريبورتس ان دنتستري، وهذه مجلة متخصصة فقط في نشر الكيس ريبورتس. بيتكلم عن unusual occurrence of multiple dental anomalies in a single non-syndromatic patient. يعني هنا جاء مريض فقط واحد، حالة واحدة للطبيب اللي نشر البحث هذا. المريض هذا بيعاني من أكثر من dental anomaly، مشكلات تخلق في السن، في تركيبة السن، دنتال انوماليز في بيشنت واحد، اكثر من دنتال انومالي في بيشنت واحد، والبيشنت هذا ما عندوش اي سيندروم. فهذه تعتبر فعلا رير كيس، نشرت ككيس ريبورت. هذا بالنسبة للكيس ريبورت، عبارة عن تقرير عن حالة معينة واحدة، غالبا تكون كيس ريبورت عن مريض واحد او كيس سيريز عن اكثر من مريض. لكن الاساس في موضوع الكيس ريبورت انه تكون يونيك كونديشن، انيوجوال كومبليكيشن، شيء جديد، شيء فريد، شيء غير معتادين عليه انه ممكن نشوفه في العيادات في الوضع الطبيعي. الدراسة الثانية اللي هي الكروس سيكشنال ستادي من الاوبزرفيشنال ستاديز. احنا تكلمنا عن الاوبزرفيشنال ستاديز اللي هي الاناليتيكال ستادي، كروس سيكشنال، كيس كنترول، وكوهورت ستادي. وتكلمنا عن الديسكريبتيف اللي هي الكيس ريبورت والكيس سيريز اللي تكلمت عليها قبل شوية. كروس سيكشنال ستادي اولا conducted at one period of time، انا بخلص الدراسة وابدأها في نفس الوقت، ما فيش اي فولو اب، ما فيش اي متابعة لمرضى. disease and exposure are evaluated at the same time، المرض اللي هو الاوتكم مثل ما تكلمنا، والاكسبوجر اللي هو الريسك، انا بقيمهم او بدرسهم في نفس الوقت. يعني ما بعطيش فاكتور وانتظر الاوتكم لما يحصل، لا، فانا فقط بقيم الاثنين في نفس الوقت. provide information regarding prevalence of a disease. الكروس سيكشنال ستادي، الدراسات المسحيه او الاستقصائيه او نسميها الدراسات المقطعيه، تعطينا سناب شوت عن المجتمع في نفس الوقت، هو العينه اللي بدرسها في نفس الوقت. فهي فعلا اساسا الهدف الاساسي من الكروس سيكشنال ستادي انه تعطينا البريفالنس او مدى شيوع، مدى انتشار ظاهره معينه، مرض معين، فاكتور معين في عينة معينة في مجتمع معين في وقت محدد أيضا. وأيضا الكروس سيكشنال ستادي أنا ممكن أدرس منها الستاتستيكال أسوشيشن، علاقة الفاكتور بالأوتكم. طيب ما مفهوم الكروس سيكشنال ستادي؟ إيش فكرة الكروس سيكشنال ستادي؟ كالتالي: الإكسبوجر والأوتكم، الإكسبوجر اللي هو الريسك فاكتور، والأوتكم اللي هو المرض، يعني السبب وهنا النتيجة، بعيدها بأكثر من صيغة، are assessed at the same time، في نفس الوقت بنعمل assessment للريسك فاكتور، health outcome والاكسبوجر at the same time assessed. يعني مثلا انا بعمل دراسة عن مدى انتشار ظاهرة تناول القات عند اطباء الاسنان كمثال، في نفس الوقت انا بروح ادرس هذه الظاهرة في نفس الوقت، وتأثيرها مثلا على مستوى الاداء او كفاءة اداء الطبيب مثلا. فعندي اداء الطبيب اللي هو الاوتكم، وعندي الريسك فاكتور اللي هو القات شوينج. انا ممكن اروح اسال نفس الطبيب السؤالين، او اخذ بيانات عن المتغيرين في نفس الوقت، وانهي الدراسه ات ذا سيم تايم. خلاص انا قابل المريض مره واحده، اعبي منه الاستبيان، اعمل له الكلينيكال اكزامينيشن، واخلص، ما فيش اي فولو اب. بالاخير بيطلع معايا نسبه، النسبه هذه هي البريفالنس اوف something، prevalence of cut chewing among Yemeni dentists مثلا، prevalence of renal failure among Yemeni female patient مثلا. ال prevalence هذا مدى شيوع بيطلع معايا بالطريقة التالية، في عندي بسط وعندي مقام، عندي total population اللي هم في السامبل، طبعا حجم العينة نفسها total. مثلا أنا فحصت 100 مريض، ال 100 مريض بيكون ال number 100، رقم 100 بيكون في المقام، والبسط اللي هو بيكون فيه كم عدد الحالات اللي حصلت عندها الاوتكم او الفاكتور المعين.
طيب ايش نقاط القوة ونقاط الضعف في الكروس سيكشنال ستادي؟ السترينث بوينتس اولا تعطينا البريفالنس، وهي الدراسة الوحيدة اللي هي الكروس سيكشنال ستادي ديزاين، هي الوحيدة اللي بتعطينا بريفالنس. يعني اذا كان سؤالي البحثي او مشكلتي البحثية او عنوان الرسالة تبعي البريفالنس اوف فلان الفلاني، بريفالنس اوف ديسيز معين، بريفالنس اوف فاكتور معين، حتما ضروري جدا مهم انه تكون تصميم الدراسة كروس سيكشنال ستادي، لانه ما مش اي دراسة اخرى ممكن تعطينا البريفالنس، لا كيس كنترول ولا كوهورت ولا اذر ستادي ديزاين. النقطة الثانية من ميزات الكروس سيكشنال ستادي انها فاست اند ان اكسبنسيف، سريعة ورخيصة، لانه ما فيهاش اي ترايل، ما فيش اي تجارب ولا اي ماتيريال ولا اي ماشينز ولا، وفي نفس الوقت فاست، لانه في نفس الوقت انا بخلص العينة مباشرة، اخذ معلومات عن الفاكتور، معلومات عن الاوتكم، وانهي الدراسة في نفس الوقت، نو ويتنج نو فولو اب. بعض الدراسات انا بعمل فيها ترايل وانتظر سنة سنتين عشان اعمل فولو اب للاوسو انتجريشن، للبون فورميشن، بينما الكروس سيكشنال ستادي لا، في نفس الوقت اخذ معلومات عن الفاكتورز ومعلومات عن الاوتكم ات ذا سيم تايم. بنذكر مثال على بعض الدراسات ايضا، نو لوست فولو اب. احيانا بعض الدراسات اللي فيها متابعة للمرضى لفترة معينة ممكن يحصل عندي لوست فولو اب، يعني المرضى بيروحوا بيسافروا ما عاد بقدرش احصل نفس المرضى اللي فحصتهم في البداية at the end of the study. Associations can be studied، وهذه نقطة مهمة جدا، نقطة قوة مهمة جدا للكروس سيكشنال ستادي، انه انا ممكن ادرس علاقة المتغيرات بالاوتكم بجانب البريفالنس اللي هو المين اوتكم اوف ذس ستادي ديزاين. كمثال انه انا بدرس بريفالنس اوف dental caries among child in primary schools مثلا، ايش الفاكتورز اللي اثرت على البريفالنس هذا؟ هل الادوكيشن اوف فاذر اند ماذر، الديلي هايجين هابيت تبع البيشنت، اي فاكتورز اخرى، هذه ممكن انا ادرسها كاسوشيشنز او كاسوشيتد فاكتورز. ويكنس اوف كروس سيكشنال ستادي، نقطة الضعف في الكروس سيكشنال ستادي انه ما اقدرش انا اخلص منها بيكوز افكت ريزلت، يعني ما اقدرش اقول انه فعلا سبب تعليم الاب والام انه ممكن يسبب مدى انتشار تسوس او زياده انتشار تسوس في الاطفال. انا ممكن اقول انه في عندي اسوشيشن، ايوه نعم، ولكن انه في علاقه سببيه ما بين الدنتال كيريز ومستوى تعليم الاب والام، سببيه لا. في الكروس سيكشنال ستدي ما اقدرش اخلص بهذه الخلاصه. طيب فكره الكروس سيكشنال ستدي انه عندي هنا العينه اللي اخذتها من البوبوليشن سامبل سامبل، يا اما يكون لو افترضنا انه عندي 30 مريض، ال 30 مريض هذولا بيكون عندهم واحد من اربع نقاط. النقطه الاولى انه يكون المريض او الشخص نفسه عنده الديسيز مثلا كمثال الدنتال كيريز، وعنده الفاكتور، عنده بور اورال هايجين مثلا، او يكون الشخص الاخر ديسيز موجود دنتال كيريز موجود ولكن الاورال هايجين عنده جود فالفاكتور عنده مش موجود، او يكون المريض سليم ما عندوش اي دنتال كيريز الطفل وبور اورال هايجين في نفس الوقت، او الاحتمال الرابع والاخير انه ما عندوش ديسيز، ما عندوش دنتال كيريز وايضا عنده جود اورال هايجين. فاي دراسه كروس سيكشنال ستدي بدرس فيها ريسك واوتكم بيكون عندي واحد من المرضى عنده واحد من هذول الاحتمالات، انه يكون في عنده المرض والسبب موجود، او المرض موجود والسبب غير موجود، او المرض غير موجود والسبب موجود، او المرض غير موجود والسبب غير موجود. disease positive factor positive، disease positive factor negative، او disease negative factor positive، او disease negative factor negative. بعبارة اخرى انا باخذ 20 او 30 او 100 او 1000 مريض، ال1000 المريض هذولا اللي بدرسهم انا بطريقه كروس سيكشنال ستدي كمثال، بدرس مدى انتشار الافات الفمويه الليكوبليكيا مثلا، متى او الالسر القرحه الفمويه وعلاقتها بمستوى الزنك مثلا، افتراضا مستوى الزنك في السيرم تبع العينه هذولا وعلاقتها بحصول او حدوث الاورال السر، الاورال ميكوزال السر. فانا بفحص المرضى كلهم، ال1000 مريض هذول بفحصهم كلهم، الديسيز هنا عندي اللي هو الالسر والفاكتور اللي هو الزنك في السيرم، فعندي اربع احتمالات، واحد من هذول الاربع احتمالات بحصله عند اي بيشنت من ال1000 مريض.
يا اما انه في عندي ديسيز، المريض هذا اللي بفحصه بحصل عنده ألسر يس، والفاكتور عنده بوزيتيف، معناه عنده لور ليفل اوف سيرم زنك، او الاحتمال الثاني انه في عنده ألسر وعنده الليفل اوف سيرم زنك كويس، يعني الفاكتور مش موجود، او الاحتمال الثالث انه بحصل المريض ما عندوش قرحة فموية وبينما في نفس الوقت عنده lower level of zinc الفاكتور موجود، أو لا هو عنده ألسر ولا مستوى الزنك عنده فيه مشكلة. فهذه الكروس سيكشنال ستدي خلاصتها. بالأخير بطلع أنا من الديسيز بوزيتيف، ديسيز بوزيتيف بطلع اللي هو البريفالنس اوف اورال ألسر. الديسيز بوزيتيف يعني المرضى اللي كان عندهم فعلا الألسر بوزيتيف، وجدت عندهم الألسر اللي هو البريفالنس اوف اورال ألسر امونج ذا سامبل. هنا دراسة منشورة، دراسة كروس سيكشنال ستدي زي ما احنا ملاحظين في العنوان تبع الدراسة، A cross sectional study performed in Spain، بيتكلم عن الانتيبيوتيك بريسكريبشن فور ذا بريفنشن اند تريتمنت اوف بوست اوبريتيف كومبليكيشنز افتر روتين دينتال امبلانت. الدراسة الهدف الاساسي منها مع الهدف الاساسي منها معرفة مدى وصف اطباء الاسنان اللي بيعملوا دينتال امبلانت، روتين دينتال امبلانت عادية للانتيبيوتيكس كبريفنشن اند تريتمنت. فهنا بيطلع لي نسبة، النسبة هذه prevalence of antibiotic prescription، كم نسبة الأطباء اللي بيوصفوا antibiotic ك prevention and treatment في حالات ال dental routine dental implants. بيطلع لي مثلا إنه 30% من أطباء الأسنان في أسبانيا اللي بيعملوا dental implant بيوصفوا antibiotic قبل أو بعد ال routine dental implant. فهنا طلع لي مؤشر معين إنه فعلا في عندي مشكلة أو ما عنديش مشكلة في مدى وصف في الأنتيبيوتكس في الروتين دينتال إمبلانت. هنا ممكن نستعرض بعض مثالين لدراستين اللي تكلمنا عنهم. أولا الكيس الكروس الكيس ريبورت، هذه الدراسة اللي شفناها في السلايد، بنلاحظ إنه فعلا الدراسة هذه، طبعا تصميم الدراسة أو فكرة البحث نفسه إنه بيكتب لي إنترودكشن بنتكلم عليه في محاضرة قادمة إن شاء الله، بعد ما يخلص الانتروكشن بيبدأ على طول في الكيس ريبورت بيتكلم عن الحالة نفسها البيشنت. احنا قلنا سنجل كيس او سنجل بيشنت، فملاحظين هنا بيكتب لي، ملاحظين انه مكتوب a 13 years old female patient، خلاص هي الحالة هذه اللي عمل عليها الكيس، فتعتبر كيس ريبورت، بتكلم على مريضة واحدة، حالة واحدة فقط عندها multiple dental anomalies، بينما هذه المريضة non syndromatic patient ما عندهاش اي سيندروم. ونحصل هنا الكونجينيتال ميسنج والكون شيبد توث والبيج شيب لاترال انسايزور واكثر من كونجينيتال ميسنج لور انتيريور تيث، في عندي اكثر من دينتال انومالي ان ذا سيم بيشنت، شايفين الراديوجراف تبع البيشنت. فهذه تعتبر كيس ريبورت لانها فعلا ان يوجوال برزنتيشن اوف اوف كونديشن. مثال لبحث منشور عن بصيغة كيس ريبورت أو بديزاين، عفوا كروس سيكشنال ستدي، هذا البحث بيتكلم عن comparison between biochemical markers in evaluating periodontal disease، مدى انتشار one of the two main biochemical markers عند الناس اللي عندهم periodontal diseases. وهنا اتكلم عن two markers بنشوف في الميثودز اللي هو الكوندروتين سلفيت and alkaline phosphatase، these two biochemical markers وعلاقتهم بال severity of periodontal diseases. بنلاحظ دائما انه في ال cross sectional study sample size بتكون اكبر، بينما ال case report بتكون just single patient او a few number of patients. كخلاصة مراجعة للفكرة الأساسية، أنواع الدراسات مثل ما تكلمت في البداية، في عندي الاكسبيرمنتال ستاديز بنتكلم عليها في محاضرة منفصلة، الكلينيكال ترايلز والأوبزرفيشنال ستاديز اللي هي تكلمنا عن الكروس سيكشنال ستادي منها، والأوبزرفيشنال ستادي اللي هي ديسكريبتيف ستاديز تكلمنا عن الكيس ريبورت والكيس سيريز. في المحاضرة القادمة إن شاء الله عز وجل بنتكلم عن الكيس كنترول والكوهورت ستادي، ومحاضرة لاحقة إن شاء الله منفصلة بتكلم فيها عن الكلينيكال ترايلز. أتمنى أنه وصلت الفكرة وتحقق الفائدة من هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل. شكرا لكم جميعا.